نمشيو لعند الموضوع ديال سي ابو زيد. الجميع اليوم قراوا يوميات الخبر هذا الموضوع ديال رجل اعمال. خلعني هذاك العنوان. رجل اعمال مقيم بالدنمارك يعرض 75,000 اورو لمن ياتيه براس ابو زيد. عنوان السيد هذا فيه نوع من الترهيب وهذا سيد شفتك داير في لاباج ديال الفيسبوك داير واحد الصوره قمت بزياره لسي ابو زيد. نعم البارح قمنا بزياره ديال مساندة وديال تضامن مع الأستاذ. أنتم في الحزب؟ المقرئ. لا واحد احنا في الحزب الإدارة الجهوية ديال الحزب. واحد العدد ديال الفعاليات النقابية والجمعوية والمدنية واحد العدد ديال المنتخبين الجماعيين ماشي حيت أبو زيد. حيت هذا منطق. أبو زيد واحد من واحد العدد ديال الرموز الوطنية في البلاد اللي نهضت ضد واحد العدد ديال المشاكل ضد التطبيع مع إسرائيل ضد تهديد الهوية الوطنية الموحدة للمغاربة ضد استهداف اللغة العربية واحد العدد ديال ما فيهمش غير ناس من العدالة ما فيهمش غير أبو زيد. سي عبد الصمد نشوفوا سي أبو زيد لأنه الآن معنا عبر الهاتف. سي أبو زيد مساء الخير ومرحبا بك عبر أصوات. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في يومية الخبر اليوم في الصفحة الأولى كاين عنوان رجل أعمال مقيم بالدنمارك يعرض 75,000 أورو لمن يأتيه برأس أبو زيد. سي أبو زيد كيفاش شفتي هذا الخبر؟ في الحقيقة هو خبر مثير لكل أنواع الاستغراب بسبب أن التهمة هي نكتة قلتها في محاضرة، ولكن من ناحية أخرى هذا الخبر هو نتيجة منطقية الأسبوعين من التهييج والتجييش والتحريض من قبل مجموعة من المواقع الإلكترونية ومن قبل مجموعة من الأشخاص، وتداولت ذلك أيضا للأسف الشديد الصحافة الورقية بما فيها الصحافة الرزينة، وللأسف الشديد ثمن لأذن في واحد العدد الأوساط التي تم إيهامها بأنها استهدفت بهذه النكتة وأنه تمت سخرية بها من هذه النكتة. فانتج هذا الشيء طبيعيا أولا اتصالات ديال التهديد والوعيد والسب والشتم والكلام الساقط اللي ما نقدرش نقوله لي ولأفراد أسرتي على مختلف الهواتف المتاحة للأسرة، وثانيا توج ذلك به المطالبة برأسي وهذا المبلغ المغري، ولأول مرة في التاريخ البشرية سيتم مقاضاة شخص برأسه بسبب نكتة. العجب من هذا هو ان هذه ولكن اذا سمحتي لي السي المقرئ اذا سمحتي لنا واش هذه النكته واش ما شفتيش انها فيها فعلا شويه ديال نحن قدر الناس تختلف نحن ضد هذه المساله ديال الترهيب والتعنيف وحنا ضد هذه المساله كاعلام وكذا، ولكن النكته كاين بعض المعلقين اللي قالوا ان مساله ديال عرق معين وكذا شويه ناقصه. واخا بلاتي استاذ تفضل. انا بصر اخطئ يمكن توقع لي زلت لسان او هفوه خصوصا وانني ارتجي لان من عادتي تندير نقاط وتنحاضر ما تنقراش، ولكن هل هفوه او زلت لسان يتم اولا ارتكاب كتا ديال التغليطات. التغليط الاول قيل انني القيتها في السعوديه وانا القيتها في الكويت. التغليط الثاني قيل انها خارجه اخيره وهي مره على 3 سنوات. التغليط الثالث قيل ان قلت اهل سوس وانا لم اذكر سوس ولا فاس ولا احدا في الدنيا. كلمه مبهمه. ثم هذه نكته متداوله شائعه يسمعها القاصي والداني. هذه العباره المصحوبه بها كانت عباره غير موفقه، انا اعتبرها هفوه زله لسان جل من لا يخطئ. شرحتها وضحتها اعتذرت عليها، لكن كلما اعتذرت الا وزاد التهييج والتجييش من قبل مئات المواقع الالكترونيه، عشرات الصحف الورقيه، مئات المتدخلين بالتهديد والوعيد. هل يعقل ان يكون سبب هذه الحملة التي الآن تصل يومها 14؟ سي المقرئ هل واش راسلتي الأجهزة الأمنية أو وزارة الداخلية باش تحميك لأنه كاين تهديد الآن؟ اضطريت باش نراجعهم. في الأول قلت خلي الناس دابا يرجعوا لعقلهم، دابا ينساو، دابا يسمعوا الاعتذار ديالي، دابا يشتغلوا فيما هو أهم من الكوارث والمصائب التي تحصل في الوطن والفضائح الحقيقية. فإذا به كلما هدأت الأوضاع قامت مجموعة من المواقع الإلكترونية بالتهييج عن طريق السب والشتم والاتهام العنصري، واللي كملها كاع هو متدخل من الغرفه الثانيه، مستشار منتخب ممثل للامه
يدير إحاطة ويتكلم دقائق بصوت مرتفع ويسب ويشتم ويدخل في الخصوصيات، ونعلمك بأنه بعد مباشرة انتهاء هذه الإحاطة كان القرار ديال البعد وزيرة الهواتف كما وكيفا ديال التهديد وديال السب وديال الشتم. نعم، وحتى اليوم القضية تاع الإحاطة راه ما بقاتش. سعاد ليك، سعاد اللي عندك شي تعقيب على قبل؟ أنا في الحقيقة أتضامن يعني مع الأستاذ ديالنا المقرئ أبو زيد، وأنا باش نكونوا واضحين هذا رجل عالم بغض النظر عن الانتماء السياسي، أو إنسان يعني نحترمه كمغاربة. الإشكال اللي خصنا ننتبهوا ليه في هذه القضية ديال الأستاذ المقرئ أبو زيد هو أنه هذاك التيار يعني المتشدد في المغرب، لا من جهة اليسار لا من جهة اليمين، يعني الدائرة ديالو غادا كتوسع. حنا تنوقفوا الآن على المسألة على التهديد ديال السي المقرئ أبو زيد، وقبل منها كانت حادثة أخرى ديال السي الشقر أبو نعيم. تيجي واحد في الفيديو تيقول لك ما خلى حتى واحد، زعما هذا مشكل خاص النخبة المغربية سواء المثقفة أو السياسيين إلى آخره، خاص نديروا واحد نديروا واحد يعني وقفة ضد التطرف يعني. سي عادل العبين، سي المقرئ أبو زيد، أنت وعدتينا بأنك غتكون ضيفنا في أشواق اليوم، تجلس هنا مكان سي عبد الصمد ومكان سعادي نهار الخميس ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. مرحبا، وحنا غنرجعوا هذيك الساعه نرجعوا للفحوه ديال هذاك كيف ما قلتي النكته، ونشوفوا الفيديو اشنو قلتي فيه بالضبط، واذن التداعيات ديالك. شكرا لك سي المقرئ الادريسي ابو زيد، بارك الله فيك، حياك الله، السلام عليكم. عليكم.